قال: ويسمع الإمام من خلفه كقراءته في أولتي غير الظهرين وغيره نفسه. نعم، هذه المسألة التي أشرت إليها في أول الحديث. يقول المصنف: ويسن، عفوا، ويسمع، ويسمع، قوله ويسمع أي ويسن أي يسمع، ويسن أي يسمع، لأنها معطوفة على قوله القيام، يسن القيام ويقول ويسمع. قوله ويسمع الإمام من خلفه، يسمعهم ماذا؟ يسمعهم تكبيرة الإحرام، ويسمعهم كذلك كل تكبيرة من تكبيرات الانتقال، ويسمعهم كذلك ما يقوم مقام التكبيرات كالتسميع حينما يقول سمع الله لمن حمده، ومثل التسليم الذي يكون في آخر الصلاة. فهذه الأمور الأركان والأقوال الأركان والواجبات القولية التي يقتدي بها المأموم، يستحب للإمام أن يسمع من خلفه فيرفع صوته، لا يكتفي بمجرد إسماع نفسه، بل لا بد أن يرفع صوته حتى يسمع من خلفه. إذن السنة أن يسمع من خلفه، السنة أن يسمع من خلفه. لماذا؟ لأن الإمام لو كان صوته ضعيفا إما لمرض أو نحو ذلك ولا يكاد يسمع من خلفه، نقول صلاته صحيحة، ولكن يكون بجانبه مبلغ، وذلك المبلغ يرفع صوته بالتبليغ فيسمع من خلفه. فبعض الأئمة قد يكون كبير السن فلا يستطيع أن يرفع الصوت، لا نقول إن صلاتك باطلة بل هي صحيحة، لكن حيث لم يستطع فعل هذه السنة فيقوم بهذه السنة المبلغ الذي يقوم وراءه. ونحن الآن جاءتنا هذه اللواقط وهي من نعم الله عز وجل على الناس، فقد يستغنى بها كثيرا عن قضية المبلغين. نعم، قال: ويسمع الإمام من خلفه كقراءته. الكاف دائما في كتب الفقه لها احتمالين، إما أن تكون كاف تشبيه وإما أن تكون كاف تمثيل. الكاف هنا وفي السابقة كالسجود هي كاف تشبيه وليست كاف تمثيل، لأن كاف التمثيل ذكر صورة من مجموع السابق، وأما كاف التشبيه فهي مسألة مختلفة تشبهها في الحكم، فكأنها زيادة حكم. ولذلك دائما الكاف تارة تكون كاف تشبيه وكارة تكون كافة يعني تمثيل له، هذه من باب كاف التشبيه ففيها حكم زائد. ما هو الحكم الزائد؟ طبعا في كاف أخرى تعليلية لكن لا توجد في المختصرات وإنما توجد في المطولات. قال: كقراءته في أولتي غير الظهر أو الظهرين. يقول المصنف إن الأولتين في الفجر والمغرب والعشاء يستحب للإمام أن يرفع صوته بالقراءة فيسمع من خلفه، هذه السنة، والأفضل للإمام أن يفعل ذلك. فإن ترك ذلك من عذر صحت صلاته، وإن ترك ذلك من غير عذر كره. ولذلك جاء أن بعض الأئمة في عهد بني أمية كانوا من باب أمر معين في أنفسهم كانوا لا يجهرون بالتكبير ولا يجهرون بالقراءة، وإنما يقوم بذلك المبلغ وراءه. ولذلك نص الفقهاء وتجدون حتى في كتب بعض العقائد: والجهر بالتكبير والقراءة، مرادهم المسألة ذكرت لك ما حدث في فترة زمنية معينة في قرن متقدم حينما كان بعض الأئمة يمتنع من ذلك لأمر خاص عندهم. أما الظهران فهي كما تعلمون فيهما إصرار في القراءة ولا يجهر بالقراءة. ثم قال المصنف: وغيره نفسه، أي ويسمع غيره نفسه. وهذه المسألة ذكرتها بالأمس وأعيدها اليوم. الفقهاء يقولون إن الذكر الواجب كالتكبير والتسميع والتسليم وقراءة الفاتحة والذكر والتسبيح في الركوع والسجود والذكر المندوب الذي يؤجر عليه، من شرطه ليكون ذكرا في الصلاة أن يسمع نفسه، وهذه ذكرتها لكم بالأمس، هذا هو مشهور عند فقهائنا. ومعنى أن يسمع نفسه أن يتلفظ به بحيث يسمع نفسه، لا يلزم أن يكون من بجانبه عن يمينه أو عن شماله يسمعه، فلا يسقط الواجب إلا بإسماع نفسه. فيكون قول المصنف وغيره نفسه أي ويلزم غير الإمام أن يسمع نفسه في الذكر الواجب. وذكرت لكم أن القول الثاني
عن أحمد واختاره الشيخ تقي الدين أن إسماع النفس ليس بلازم، وأن الوازم أقل من ذلك، وهو تحريك اللسان والشفتين، لأن أقل ما يسمى كلاما ما كان فيه حرف وصوت بإجماع، حكاها النووي وأبو الخطاب وغيره. وأقل ما يكون به الحرف والصوت في الآدميين إنما هو تحريك اللسان والشفتين. وعلى العموم الأمر سهل، وإسماع المرء نفسه أحوط، وبه يكون يعني الخروج من النزاع في هذه المسألة.